السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنعمل اكسبورت التكتشرز للباب ده، وانا هنا ما عملتش حاجات كتيرة، يعني كل اللي عملته بس ان انا ضفت ديرت هنا وعملت بس جزء رابر. رابر ده اللي هو ما بين الازاز ما بين الحديدة دي، حاجات صغيرة جدا يعني، وشوية بس تفاصيل صغيرة جدا يعني، حاجات سهلة جدا يعني. بس نيجي بقى عند export عند file، نيجي عند file في export textures اللي هي control shift e، هتلاقي في هنا في حاجة اسمها output template، بتختار بيبقى في كذا اختيار يعني، لو انت عايز توديه لأي render engine انت حابب تشتغل بيه يعني. عايز توديه مثلا لكراي انجن، عايز توديه كرونا، كيشوت، في في راي، وفي ارنولد، في كل حاجه يعني، في ريد شيفت. بس احنا هنا هنختار بي بي ار ميتاليك روفنس عشان ده اللي احنا شغالين بيه يعني. بس يعني هو في كذا، في الجيمز طبيعي بيبقى في حاجتين، في ميتاليك روفنس وفي سبيكولار جلوسنس، حسب الانجن اللي انت هتوديه يعني. في حاجات بتشتغل بسبيكولار جلوسنس، حاجات بتشتغل بميتاليك روفنس يعني ده ورك فلو، ده ورك فلو مختلف يعني. فاحنا هنشتغل ميتاليك روفنس، نيجي عند بي بي ار ميتاليك روفنس نختار. بس احنا هنا يعني لو هنعملها بي بي ار ميتاليك روفنس بس، هيجي لنا التكشرز كل واحدة لوحدها يعني. فاحنا في طريقة أحسن من كده، الطبيعي في اي تكتشر بيبقى ليها 3 شانلز اللي هو ار وجي وبي، ريد جرين وبلو. فاحنا عايزين نعملها، نعمل ال نحط الرفنس والميتاليك والاي او، نحطهم في تكتشر منهم، ودي بنسميها ار ام اي اللي هي دي يعني. انا كنت عاملها يعني بحيث ان انت بتضغطهم في ماب واحدة يعني، مش بتستخدم 3 مابس. عشان لو استخدمت 3 مابس هيبقى حجمهم أكبر وكده. دي ميزتها إن هي بتكمبريس يعني، فدي أحسن بكتير يعني. عشان تعمل كده بتيجي عند PBR Metallic Roughness دي مثلا، بتيجي عند الـ output templates دي، ممكن تعمل بيها edit لأي حاجة أنت عايزها يعني. فلو جيت هتلاقي هنا الحاجات اللي موجودة أو الحاجات اللي أنت عملتها يعني. لو جيت عند PBR Metallic Roughness دي، هتلاقي في الحاجات دي معمولة يعني. فأنت ممكن تعمل يعني، تعمل مثلا right click على دي، تعمل duplicate لو عايز تعمل حاجة تبعك أنت يعني، سميها مثلا دلوقتي اي حاجه يعني كده ار ان اي يعني، هنبقى نمسحها اصلا بعدين عشان احنا عملناها قبل كده يعني، عملتها قبل كده يعني. بس كل اللي بيحصل، انت اولا احنا بنشتغل تي جي اي يعني، احسن حاجه تعتبر انسب حاجه للجيمز يعني، فانت بتخليها تي جي اي تمام. هنا البيس كولر هنا هتلاقيه واخد حاجتين، اللي هي ار جي بي بلس اي اللي هي الالفا، اللي هي دي يعني. هو داس على دي فعمل واحده جديده يعني، هتدوس على دي تعمل واحده جديده لو انت عايز تعمل بيس كولر. بس هو بالفعل معمول يعني، بيتكون من ار جي بي ومن الفا. في الالفا دي حط فيها الاوباسيتي، مسك الانبوت مابس ورمى دي على الالفا، ومنها عمل الاي شانل او ال gray channel، عمل gray channel حط فيها الاوباسيتي يعني. بس نفس الفكره برضو، هتلاقي الرفنس محطوط في الجرين، محطوط مسك الرفنس وحطه هنا وخلاه برضو gray channel، والميتاليك نفس القصه يعني. دي عشان تعمل اي حاجه هنا presets يعني. فالفكره في ايه، ان انت لو عايز تعمل عايز تحط الرفنس والميتاليك والاي او هنا، حتى مفيش اي او، هو مش عامل اي او، لو عايز تحطهم في ماب واحده
هتضطر ان انت تعمل واحدة اسمها R plus G plus V، اللي هي دي يعني. سميها، ممكن تسميها، ممكن تاخد اسم من اي حاجة دلوقتي، سميها اي حاجة والعب فيها يعني. الرفنس دي خليها RMA مثلا، MA. بس هتيجي هنا هتحط في الـ red channel، هتحط فيها الـ roughness. تيجي عند الـ input maps دي تحط الـ roughness في الـ R، فدي gray channel. هتحط الـ metallic في الـ green gray channel، هتحط الـ AO هتحطها في الـ blue برضو gray channel برضو. فأنت كده عملت compress للتلاتة textures دول في واحدة، بدل ما انت بتستخدم الرفنس، فدي هياخد، ده هياخد كده سايز اكتر يعني، فدي هيعمل كومبريس. فدي بيستخدموها، الفكرة دي بيستخدموها، الميثود دي بيستخدموها كتير في الاستوديوز عشان يوفروا مساحة يعني. عشان لو انت فضلت تحط كل واحدة هتستهلك كتير جدا يعني. بس ممكن اشوف بس البريست اللي انا عملتها قبل كده، هتلاقي البريست دي، البريست اللي انا عملتها قبل كده يعني، هتلاقي نفس الفكرة يعني. هتلاقي في نورمال بتاخد ار جي بي يعني، نورمال لازم تبقى ار جي بي عشان هي بتبقى 3 شانلز يعني. وفي هايت مثلا، بس هايت مش يعني ممكن ما نحتاجوش. وفي اميسيف، وفي بيس كولر. البيس كولر هنا حاطط الاوباسيتي في الـ، اكيد حاطط صح الاوباسيتي في الالفا يعني. هو خد ار جي بي زائد اي اللي هي دي يعني. وفي ار ام اي، ار ام اي اللي هي الرفنس ميتاليك اي او الميتاليك يعني. بيبقى في مثلا حاجات مش بتحتاج ميتاليك، فاحيانا في ناس بتستغل الحكايه دي، ان هو يستخدم الجرين شانل، ان هو يحط فيها حاجة تانية، يحط فيها الفا مثلا، يحط فيها الهايت مثلا. بدل ما الهايت لوحده، ممكن تخلي الهايت هنا، ممكن ترمي الهايت وتحطه هنا كده. يبقى بدل ما الجرين شانل مش مستغلة، في حاجات مثلا زي الخشب مثلا. الخشب ده ما بيحتاجش ميتاليك. الميتاليك في الـ PBR بيبقى ابيض او اسود يعني. لو حاجة ميتال، حاجة حديد مثلا، لازم تاخد أبيض، لازم تاخد واحد نتيجة value واحد في الميتاليك، عشان ده الصح يعني. ما ينفعش تدي مثلا كسور ولا نص أو كده يعني. لو ميتاليك واحد، لو مش ميتاليك، لو بلاستيك مثلا تاخد صفر في الميتاليك وكده يعني. فلو هي مثلا حاجة ما بتحتاجش اصلا ميتاليك، زي بلاستيك او خشب، فممكن تستغل دي في ان انت تحط هايت، او تحط الحاجة اللي انت شايفها كويسة يعني. انت اللي بتعمل الحاجة بتاعتك يعني. بس فهنيجي عند RMA دي، بنختار التمبلت دي يعني. نيجي عند settings، تيجي عند الاوتبوت تمبلت، بتختار التمبلت اللي انت عايزها. فهنا هختار اللي هي PBR، اللي هي RMA. بس نيجي نعمل اكسبورت في الحتة اللي احنا شغالين عليها يعني. اجي هنا عند، يعني انا كنت عامل substance painter مثلا، ممكن عند اسم الحاجة دي نعمل فولدر اسمه output. بس نيجي عند output، ناخد البتاع المكان بتاعها، ونيجي عند printer تاني نفتحه، ندوس هنا يعني. هو حاططها في الديفولت حتة في السي تبعه يعني. تيجي هنا انتر، فهو هنا نقل على الفولدر ده على طول يعني. فبدوس select folder، فهو كده عرف ان ده المكان يعني. بس باجي هنا عند في حاجة اسمها size ده اللي هو based on each texture set size، اللي هو لو انت عندك كذا كذا texture set، ممكن تخلي التكشر ست ده مثلا يكون، هتختار له 2K، تعمل تكشر ست تاني هتختار له 4K مثلا، او 1K، او 512، او 256 مثلا.
فهنا عشان احنا مختارين 2K فهو هيعتبرها 2K، بس هو اضمن يعني احنا نختار ندوس على دي ونختار 2K يعني. بس نعمل اكسبورت، بس هو كده خلص اكسبورت سريع جدا يعني. فبعمل سيف سيتنجز، باجي عند الفولدر بتاعنا ده، فين هو الفولدر بتاعنا ده، فهو كده فتح الحاجات يعني. بس لو هنا لو فتحت الحاجات دي، فتحتها فوتوشوب، فوتوشوب مثلا انا كنت فاتحه هنا، هتلاقي البيز والرفنس ونورمال، وفي الار ام اي اللي هي الرفنس ميتاليك اي او. تمام، دي البيز كولر، ودي ال ده الهايت، بس الهايت احنا ممكن ما نحتاجوش يعني، بس كان معمول احتياطي يعني. بس وفي ده نورمال، وفي ده ال RMA اللي هو Roughness Metallic AO. فلو جيت هنا عند Layer ده، لو جيت عند Channels هتلاقي RGB، هتلاقي في Red ده ال Roughness. ال Roughness اللي هو بيبقى الأجزاء السودا دي، الأجزاء الأبيض رف أكتر من الأجزاء السودا يعني. وفي في الجرين شانل اللي هو الميتاليك، فهو ده هنا الأجزاء دي كلها ميتاليك، والأجزاء السودا نون ميتاليك. وفي البي اللي هو الاي او ده الامبيانت اوكلوجن، اللي هو الحتت اللي هي كده اتعملت من البيك واللي اشتغلنا عليها تاني وعملنا الحاجات دي يعني. تمام، بس فلو جيت في السين اللي احنا شغالين عليه، نيجي هنا هتلاقيني ظبطت باقي المودولار كيت، ركبت باقي الحاجات يعني. انا عشان لما نيجي نحط الحاجات نعملها على طول يعني. لما تيجي هنا هتلاقي الباب ده الباب القديم بتاعنا يعني، فاحنا هنحتاج نغير الباب ده بالباب الجديد اللي احنا عملناه. فنيجي في مايا، نفتح مايا الفايل اللي هو ده يعني، فده دي الأجزاء اللي احنا عملناها يعني. فهنعمل كده، هنخليه بس واحد، جزء واحد يعني، نسميه بس، ناخد الاسم اللي هو 01A، نرجعه زي ما كان يعني، ونعمل كومباين، بعد كده ديليت هيستوري وفريز ترانسفورميشن ريسيت ترانسفورميشن عشان يبقى عند اوريجين بوينت يعني. تمام، ونيجي نسميه تاني زي ما كان يعني، من غير لو او من غير الاسم اللو اللي هي في الاخر دي بس كانت فايدتها عشان نعمل البيك يعني. الفكره فين؟ ان احنا محتاجين نفصل الازاز عن باقي الحاجات يعني، عشان نديله شيدر مختلف يعني. فهنديله ماتيريال تاني يعني، فرايت كليك وممكن اد اكزيستنج ماتيريال، حاجه كنا عاملينها قبل كده يعني، لو جلاس ام تي ال مثلا، او اي حاجه مختلفه يعني. بس وبعد كده نيجي نعمل اكسبورت يعني، الشورت كات بتاع اكسبورت، ونريبليس الاسيت ليست اللي احنا عملناها. فكنا عاملين فولدر اسمه اسيتس، نيجي عند اسيتس ونريبليس يعني ريبليس الكلام ده يعني. فهو هنا هيعمل اوفر رايت للحاجه اللي كانت معموله قبل كده يعني. يس، بس نيجي عند انريل انجن، نيجي بقى عند الاسيت ليست دي، بس انا عايز بس اغير السايز بتاع الحاجات دي، كان بيتعمل ازاي. ممكن لو دوست كنترول والويل بيقل ويزيد يعني، او ممكن حتى هي هنا يعني فيو اوبشنز، ممكن سكيل سم نيل سكيل زودها وتقللها يعني، عشان تكون شايف الحاجات كلها يعني. ممكن حتى تفتح البراوزر ده على الشمال يعني، ده هيساعدك تشوف الفولدرز بالترتيب بتاعها يعني، بدل ما تعتمد على دول يعني، بس انا بحب مساحة اكبر يعني. تمام، هنيجي عند الباب ده نفسه،
كان فين هو اللي هو ميد دور ده. تمام، نيجي عند الباب ده تفتحه على اليمين حتى كده، يعني هو ده نفسه. يعني هتيجي تعمل تدوس رايت كليك ري امبورت، فهو كده هيعمل له ري امبورت. يعني تمام، يعني هو كده المفروض ان هو عمل ري امبورت بالمش لو بولي اللي احنا عملناه يعني. بس هو هنا مديله ماتيريال واحد على بعضه يعني، فهنظبط الكلام ده دلوقتي يعني. ف بس بتيجي عند بعدها بتيجي عند كونتنت هنا مثلا عند ماتيريالز، في عندك ال الحاجات دي مثلا، في كنا عاملين الحاجات اللي احنا حاطينها يعني، اللي هو الدور ميد ده، كنا عاملين جلاس وعاملين يعني. لو جربت مثلا ارمي ده هنا هيتحط عليه كله يعني. تمام، يبقى في حاجة مش مظبوطة في ال، المفروض نحط الماتيريال هنا، مش المفروض الماتيريال اللي يتحط هنا، مش في المشهد يعني. ف عرفت السبب يعني، ماشي، عشان في مايه احنا ما عملناش عملنا اتجاه واحد بس، ما عملناش الاتجاه التاني، عشان كده اتلخبط يعني. ف نيجي في مايه نعمل يعني، نسينا نعمل الاتجاه التاني assign existing material اللي هو ال glass MTL و export تاني. بس الموضوع سهل يعني، فاهم؟ هات control V اللي هو الموضوع سهل يعني، اللي هو على طول كده بتري امبورت وتحط وتلاقي كل حاجة اتصلحت يعني، مفيش أي تعقيد خالص يعني، الموضوع سهل جدا يعني. بس تيجي هنا عند ال content اللي هو ال geometry اللي احنا عملناها دي، وتيجي هنا ري امبورت فيستبدله يعني، حتى اتعمل في الاتجاهين يعني، من بره من جوه، من بره ضلمه شويه. بس هتيجي في الماتيريالز، هتفتح الماتيريال اللي احنا كنا عاملينه ده، اللي هو الماستر ماتيريال، بيسموه ماستر ماتيريال، اللي هو الماتيريال الاساسي. ممكن حتى تسميه ماستر ماتيريال يعني، بس زي ما انت عايز تسميه يعني. صغر دي بس شوية عشان نشوف الحاجتين يعني، يعني تعالي كده. تمام، نجيب دي كده شوية. لو جيت هنا هتلاقي، كبر دي بس شوية يعني، هتلاقي يعني احنا في الأول كنا عاملين حاجات عشوائية يعني، color أي لون color وميتاليك زيرو، فحاجات عشوائية يعني كده، بس عشان نعمل الكلام ده يعني. فاحنا هنحتاج إن احنا نعمل ري امبورت، نعمل امبورت للتكتشرز اللي احنا عملناها دي. فتيجي هنا تدوس على امبورت، وتيجي عند المكان اللي هو بتاع التكتشرز اللي هو substance painter اللي هو اسم الاسيد ده output، فهتيجي تضيف دول يعني. ممكن حتى ما تضيفش الهايت يعني لو مش عايزه يعني، بس دلوقتي يضيف كل حاجة يعني. ماشي تمام كده، جاب الحاجات. ممكن ده الهايت يعني، بس دي select الهايت وامسك دول ودراج دراج ودروب الحاجات دي يعني. بس ثانية كده، قبل ما تعمل الكلام ده، في حاجة في ال RMA لازم تتعمل في السيتنجز بتاعتها يعني، عشان تشتغل صح. لو حطيتها كده وشغلتها هتشتغل، هتدي نتائج مختلفة يعني، مش هتدي نتائج الصح يعني. فأنت بتيجي عند RMA بالدبل كليك، بتخلي ال compression settings بتخليها ماسك نو ار جي بي، ماسكس نو ار جي بي، عشان هي بقت ماسكس، ما بقتش ار جي بي يعني. لو انا شغال
رفنس لوحدها وميتاليك لوحدها واي او لوحدها هتسيبهم عادي يعني. في الحالة دي لازم تعمل كده، عشان لو ما عملتش كده هتدي ألوان غلط يعني، تلاقي الرفنس reflective أكتر فهيبقى غريب شوية. فأنت بص على ماسكس نو ار جي بي يعني، سبارك سيف، بعد كده كده هيبقى تمام يعني. الباقي التكشرز يعني المفروض هما كده مظبوطين يعني، بس تمسكهم وتمسك النورمال ار ام اي والبيس كلر وترميهم هنا يعني. بس كل اللي انت هتعمله هتحط الحاجات دي بدل ده عندك النورمال، ده البيس كلر حطه في الاول، حطه مكان البيس كلر اللي احنا كنا حاطينه يعني. يعني هو كده لسه مش هيعمل حاجة، عشان لازم اعمل سيف عشان او ابلاي عشان يعرض الحاجات يعني. فالغي الكلر ده، في النورمال، ده النورمال حطه في النورمال، كناش عاملين نورمال فمفيش حاجة في النورمال، في الرفنس وفي الميتاليك بقى. فانت هتيجي هنا في ال RMA عندك RGB وفي R وفي G وفي B، فانت هتحط ال roughness في الرفنس والميتاليك في الميتاليك وال AO في ال AO. بس نمسح الحاجات الزيادة دي. لو عملت سيف بقى هتلاقي في preview باين للماتيريال يعني. ممكن حتى تخلي بدل ما دي تبقى سفير ممكن تخليها تبقى بلين، فده هيبين الحاجات يعني. بس ممكن تعمل بقى سيف ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي يعني. هو طبعا لسه الازاز عايز يتعمل له ماتيريال لوحده، فهدوس سيف. بس هتلاقي ال حاجات اتحطت يعني. عشان الازاز واخد نفس الماتيريال، فبس ده طبعا ده غلط يعني. يعني ممكن حتى تحط اي حاجة تانية دلوقتي، عشان بس ما كان المفروض نحط ماتيريال تاني للازاز التاني يعني، الازاز بتاع الحاجة التانية يعني. يعني حط بس دلوقتي اي حاجة مؤقتا بس عشان بريفيو، بس يبقى مش غريب يعني. فحطها في كل حاجة يعني. يعني طبعا لسه ده برضو عايز ماتيريال تاني غير ماتيريال الباب والكلام ده كله يعني. كان لازم تعمل ماتيريال لكل حاجة يعني. بس فهنا هتلاقي لو دوست F11 عشان فول سكرين يعني، هتلاقي الباب بتاعنا ده باين كده يعني. وطبعا لسه الإضاءة عايزة تتظبط، ولسه في شغل كتير لازم يتعمل يعني. فممكن حتى تلعب في القيم بتاعة الرفنس والحاجات دي ما بين substance، وممكن من هنا برضو من material editor ممكن تغيرها يعني. يعني لو جيت هنا عند الجزء ده، بعد ما بتعمل save بتيجي عند بس اف 11، بس بعد ما بتعمل سيف بتيجي عند الماتيريال ده. فعملنا هنعمل ماتيريال انستنس، بتدوس رايت كليك بتقول له كرييت ماتيريال انستنس، احنا عملناها فعلا يعني، هي دي يعني. وهترميها هنا يعني على ده يعني. بس يعني كده انت عملت الماتيريال بتاع الباب. لو عايز تتحكم في الرفنس يعني بطريقة مختلفة، ممكن تعمل كده يعني. ممكن تيجي عند الماتيريال اديتور، بتيجي عند الرفنس ده اللي هو الار يعني. ممكن تضيف، لو فضلت تريس واحد ودوست كليك هيضيف اللي هو السكيلر فاليو، اللي هي فاليو واحدة بس، فانت بتحولها لبارامتر. البارامتر ده مثلا نسميه roughness. وبعد كده بتعمل حاجة تانية اسمها multiply. بس بتيجي عند ال R اللي هي roughness بتحطها في ال A، وبتيجي عند ال roughness value بتحطها هنا مثلا. لو
الرفنس الرفن ديفولت فاليو هنا معموله 0 يعني. لو هنا دوست رايت كليك على المالتيبلاي دي، فايده المالتيبلاي دي ان هو ان انت بتعرف تلعب بيها، يعني اي قيمه هتتحط هنا هتظهر هو هيعمل لها مالتيبلاي، يعني هيضربها يعني مالتيبلاي يعني ضرب يعني، مش مالتيبلاي اللي هي اللي هي اللي يغمق والحاجات دي، دي غيرها يعني، حاجه تانية يعني اللي هي اللي هي الضرب يعني بس. فهنا لو عملت رايت كليك، دوست رايت كليك وستارت بريفيوينج نود، هتلاقيه باين باين التكشر بتاع الرفنس. فهنا عشان البارامتر ده معمول زيرو فهيبقى اسود، لو خليته واحد مثلا هيبقى دي النتيجه اللي هي الاساسيه يعني، لو خليته اتنين هتلاقيه فتحه عن كده يعني، كل ما تزود كل ما هيعمله يعني، خليه مثلا 20 مثلا هتلاقيه بقى ابيض خالص يعني، بقى رف اكتر يعني وهكذا يعني. بس انت هتخليه مثلا ديفولت فاليو اللي هي واحد مثلا، بتعمل زي سلايدر مثلا، بتديله ما بين 0 و 30 مثلا عشان تديله قيم لما تيجي تعمل الانستنت يعني. بس تيجي هنا ستوب بريفيوينج وتوصل الرفنس عادي وهتعمل سيف. بس هو هنا كده نفس النتيجه يعني، ما فرقتش عن اللي حصل. بس هي الفكره في ان انت لما تيجي تعمل سيف، لما تيجي تفتح الانستنس ماتيريال هتلاقيه عمل دي، عمل سكيلر بارامتر فاليوز، عمل لها واحده احنا سميناها رفنس فتسمت رفنس يعني. فلو دوست عليها ممكن تتحكم في الرفنس في نفس الوقت اللي انت شايفه يعني، نفس الوقت اللي انت شايفه هتلاقي الرفنس بيتغير يعني. لو جيت هنا 2 مثلا هتلاقي الرفنس كبر، فهنا بقى رف اكتر يعني. لو مسكت السلايدر ده وغيرته هتلاقيه بيلمع وبيغمق يعني. لو انت يعني مش حابب ان هو يبقى فيه اي ريفليكشن خالص بتغيره يعني بس، وهكذا يعني. عايز تخليها مثلا يعني رجعها واحد، عايز تخليها تبقى حاجة بسيطة مثلا رف اكتر 1.5 مثلا، فخليتها كده يعني، فبقت حاجة زي كده يعني. يعني ممكن حتى تعمل زي ماسك للميتال، اجزاء الميتال بس، وماسك الاجزاء التانية دي بس يعني. ايش تمام. لو حابب تغير الإضاءة مثلا يعني، تحط إضاءة وتست بس كان في لايتس، ممكن تجرب بس تجيب يعني زي بوينت لايت وتحطه كده وتحركه، ممكن بس تقلل القيمة بتاعته يعني، يخلي حاجة بسيطة. هتحتاج طبعا تعمل بيلد، لو هو مش موفابل هتحتاج تعمل بيلد، لو هو موفبل مش يعني عادي مش هتحتاج يعني، عشان موفبل دايناميك يعني. فلو حركت وتست الويل لايت الحاجات اللي بتحصل هنا يعني تمام ماشي. بس نلغيه دلوقتي بقى، أو خليه دلوقتي يعني، نشوف بيه بس الحاجات يعني. تمام. لو حابب بقى تعمل الـ opacity بتاعت الإزاز ده، ممكن احنا كنا عاملين الـ instant التاني ده مسؤول عن الإزاز، حاطينه بس للمش اللي هو الإزاز ده يعني. يعني لو غيرت حتى الرفنس هتلاقي الإزاز بس اللي بيتغير يعني، مش احنا عاملينه للإزاز بس يعني. بس خليها دلوقتي يعني، ونشوف الماتيريال نفسه، الماستر ماتيريال نفسه، عشان الازاز يعني لازم نعمله ماتيريال تاني، ماستر ماتيريال مختلف بيتحكم في الازاز يعني. فهتيجي هتعمل نيو ماتيريال سميه مثلا ميد دور جلاس مثلا،
دور ميد بلس بلس. هتضطر ان انت تحط الحاجات دي تاني يعني، حتى ممكن تمسك الاجزاء دي كنترول سي. السبب ان انا عملت كده عشان السيتنجز بتاعت الازاز مختلفة يعني. هتيجي هنا لو جيت في الماتيريال اللي فات ده، لو جيت عند الجزء الرئيسي ده هتلاقي النوع، نوع الماتيريال اوبيك. اوبيك ده اللي هو الحاجات اللي زي كده يعني. في الازاز هيبقى ترانسلوسنت. فلو جيت هنا عند دور ميد جلاس الماتيريال الجديد ده، هتغير دي هتخليها ترانسلوسنت. هتحط طبعا الحاجات زي ما هي يعني، الحاجات اللي احنا عملناها دي اللي هو ال RGB وال roughness. فين ال ثانية، ال translucent بعد كده. تمام ماشي. هنا في translucency، lighting mode ده هتخليه surface translucency volume عشان يشتغل، صح يعني، عشان يبقى فيه نفس الحاجات دي يعني. تمام ماشي. وبعد كده هتحط ال ده الرافنس اللي احنا كنا عملناها قبل كده، هتحطه في الرافنس. وميتاليك هتحطه في الميتاليك يعني. ممكن حتى الميتاليك تدوس تختار واحد او زيرو يعني، حسب القيمة يعني. هو المفروض الميتاليك صفر يعني. تمام. وفي بقى الـ AO، حطه في الـ AO. ماشي. لو جيت عند النورمال برضو حطه في النورمال، بس هو بيتهيألي مش هيبقى فيه نورمال يعني، هيبقى فيه حاجة بسيطة يعني. بس لو جيت عند ال، احنا كنا حاطين ال opacity في الألفا بتاعت ال base color يعني. لو جيت هنا عند ال base color وفتحته، لو عملت view، لو لغيت ال R ولغيت ال G ولغيت ال B، هتلاقي الألفا دي، الألفا يعني دي ال opacity يعني، تلاقي لونها رمادي حتى عشان واخدة شوية opacity يعني. تمام. لو جيت بقى هنا عند الألفا دي، بحطها في ال يعني، ممكن يا إما تحطها في opacity على طول تاخد القيمة اللي هي اللي احنا عاملينها دي، يا إما تعمل برضو حاجة زي ال roughness كده، بتعمل multiply وبتعمل زي برضو scalar parameter بتسميه، بتقول convert to parameter بتسميه opacity مثلا. opacity والقيمة دي بتحطها في ال B، وبتدي مثلا ال default value 1. وبرضو بتعمل يعني حسب زي ما انت عايز يعني، هنجرب يعني. وبتحط دي في ال opacity. تمام كده. بس نيجي نعمل سيف يعني، نجرب دلوقتي ونعمل سيف مثلا. لسه مش قيمة الميتاليك، لسه مش متأكد إذا كانت بتاخد صفر أو واحد في الإزاز، بس أنا كنت جربت قبل كده أديها واحد كانت جابت نتيجة أحسن يعني، بس مش متأكد إذا كان accurate ولا غلط يعني. بس نشوف الأول، نعمل سيف. فنيجي عند الماتيريال اللي هو الجلاس ده، نعمل رايت كليك، كرييت ماتيريال انستنس، نسميه مثلا يعني دلوقتي ممكن نبقى نمسح القديم ده عشان مش مظبوط يعني. بس هنيجي نفتح الدور من هنا يعني، ونرميه في المكان الصح بتاعه يعني.
فاللي هو الأول واحد يعني الانستنس اتحط هنا، فتلاقي الباب بقى شفاف يعني. بس طبعا لسه عايز يتلعب فيه يعني، لسه مش مظبوط يعني، عايز يتغمق وكده. ماشي، هنا انا احتجت بس ان انا افتح السكاي لايت والحاجات دي، والسكاي لايت وباقي الحاجات، عشان هما كانوا مقفولين، فكانت الانفايرمنت كانت سودة خالص، فالازاز ما كانش باين اصلا يعني. فهتلاقيه هنا اتحسن يعني، اللي هو السكاي سفير بلو برينت والحاجات دي يعني. فبس هتلاقي هنا الازاز بدأ يظهر يعني، والحاجات حاجات بدأت تظهر عليه، حتى الديرت اللي كان عليه يعني. ممكن في بينتر لو حبيت تخلي الديرت ده يظهر اكتر، ممكن تزود الرفنس بتاعه بحيث ان هو يبقى رف اكتر من الازاز نفسه يعني. بس هو في الانستانس اللي احنا عملناه ده، احنا خلينا ال عملنا roughness، عملنا له parameter. فلو جيت عند الانستانس هتعرف تتحكم في ال opacity وال roughness. فانا هنا مثلا ال opacity default كانت كده يعني، كانت واحد، فكان الديفولت كان كده يعني، فكان باين اللي ورا باين جامد يعني. يعني انا لو حبيت تقلل الكلام ده تبين بس الاجزاء تغمق الازاز قصدي، فانت بتزود الرافنس بالاوباسيتي قصدي. لو خليتها 2 مثلا تبقى اغمق، لو خليتها 2.5، 2.6، 3 بقت مش باينة خالص يعني. فطبعا لازم تخليها أقل طبعا. فاتنين و يعني 2.6 دي معقولة، أنا شايف إنها معقولة يعني، بحيث إن اللي وراها لو أنت جيت من بره وبصيت كده هتلاقي الشكل عامل كده يعني. يعني خليها 2.5 مثلا يعني، أو 2.55 مثلا، حاجة ما بين الاتنين يعني. اقعد العب بالفاليوز دي لحد لما تشوف حاجة تعجبك يعني. بس في حاجة تانية بقى، اللي هو السكرين، في سكرين سفير ريفليكشن كابشر يعني. انا كنت رميت واحدة هنا المفروض يعني. دي لو عايز تخلي ريفليكشن يظهر احسن يعني، بس يعني هي مش مستحبة قوي لو انت بتستخدم سكاي لايت. لو انت بتستخدم سكاي لايت ويعني وباين يعني غالبا دي بس هتبقى تفاصيل زيادة يعني. فانت بتحطها مثلا هنا وبتزود يعني مجرد بس ما تحطها هتحس ان في ريفليكشن بدأ يظهر اكتر يعني. يعني لو جيت هنا مثلا وحطيتها هنا، لو زودت القيمة بتاعتها عندك في ال يعني، هي كانت عاملة تأثير حتى ده ال radius بتاعها يعني. بص، لو ال radius بتاعها قليل هتلاقي ال effect معمول حوالين بس الجزء بتاعها ده يعني. لو ال radius عالي هتلاقي reflection أعلى. فيعني أنت لو عجبتك ممكن تستخدمها يعني، ممكن تتحكم في ال brightness بتاعها نفسه يعني. brightness ال default كان واحد مثلا، فلو زودته هتلاقي حصل بيحصل كده يعني، تلاقي القيمة بتزيد أكتر يعني. فلو أنت حسيت إن هي كويسة ممكن تستخدمها مثلا، وممكن تستخدمها بس بحاجات قليلة يعني، قيم قليلة جدا يعني. لو ما عجبتكش ممكن تشيلها وتعتمد على ال لو أنت عامل سكاي لايت بقى وحاجات كده وتأثيرها باين على ال environment، ممكن ما تستخدمهاش يعني. فيعني نمسحها دلوقتي، ممكن نمسحها دلوقتي. في ال skylight لو لعبت في القيم بتاع ال skylight هتلاقي برضو في تأثير بيحصل يعني، بس ده الكلام ده لو ال skylight باين يعني. هو أصلا طبيعي إن
المترو ده غالبا هيبقى جوه نفق يعني، فغالبا اصلا سكاي لايت مش هتأثر قوي يعني. فلو جيت انا مثلا عند سكاي لايت وجربت تغير الانتنسيتي بتاعتها مثلا، هتلاقي برضو تفرق يعني. عملتها 2 اديت قيم احسن مثلا، حاسس ان القيمه دي كويسه يعني. الازاز شكله كده احسن، التراب بدأ يظهر حتى الحاجات ممكن برضو تغير الرفنس بتاع الازاز من بنفس الطريقه اللي احنا عملناها دي في الانستنس. لو جيت هنا وغيرت الرفنس دي الديفولت فاليو مثلا، لو غيرته كده هيبقى رفر اكتر، كده رفر اكتر، كده رفر اكتر جدا، كده رفر خالص. 1 اللي هو الديفولت، نص مثلا هيبقى ريفليكتيف اكتر، 1/10 ريفليكتيف جدا كده، اي حاجه هترفلكت عليه لو انت حاطط حاجه وهترفلكت عليه يعني. لو حاطط نور مثلا او سفير ريفليكشن هيرفلكت عليه يعني. يعني حسب القيمه اللي انت شايفها كويسه يعني، انا شايف ان 1 معقوله يعني، حتى لو زودتها هتبقى معقوله برضو، بس خلينا في 1 يعني. فدي برضو طرق انت تلعب بيها في القيم بتاعة الماتيريالز يعني. ممكن برضو ترجع لبينتر وتغير القيم دي يعني اكتر يعني. ممكن الباب ده لو حاسس ان هو عايز roughness variation اكتر، ممكن تفتح بينتر تاني وتزود قيم وتعمل كل اللي هتعمله، بس هتعمل export للtextures تاني. هتيجي عند التكشرز دي تمسكها كده زي ما هي ورايت كليك وري امبورت، هو هيشوف المكان اللي هو واخدها منها وهيعمل بس ري امبورت وهيحطها على طول يعني. بس تمام كده يعني، نوقف دلوقتي الفيديو ده، نوقفه دلوقتي، والاجزاء الجايه بقى هنشوف ايه اللي ممكن نعمله في هنشوف انهي جزء ممكن نعمله. ممكن نمسك الجزء ده مثلا بحيث ان احنا نكمل الحته دي، او نمسك الشباك مثلا، او هنشوف هنعمل ايه يعني. ممكن نمسك الكرسي مثلا، وممكن هنشوف برضو ازاي هنعمل اليو فيز مع البتاع ده، مع الـ الكلام ده يعني. فتمام كده يعني. والإضاءة دي يعني مش نهائية طبعا، بس كان عشان نشوف اللي بيحصل يعني، وبعد كده في الآخر هنظبط الكلام ده يعني. يعني تمام، كنت حبيت بس أوضح الحتة دي. وهو طبيعي الإزاز ليه توتوريالز كتير على النت يعني، في ناس بتلعب في الريفراكشن برضو، تفضل تحط قيم كتيرة وبتعمل حاجة اسمها linear interpolates وحاجات كتيرة عشان يبقى realistic أكتر وكده يعني. بس هنا يعني material simple يعني، بس عشان نحط الحاجات اللي احنا عملناها من Painter يعني. وممكن في Painter تلعب في القيم أكتر يعني، ممكن تخلي التراب ده الرفنس بتاعه أعلى عشان يظهر اكتر، او لونه مختلف مثلا، او ممكن تحط ليكس كده في النص، او حاجات كتيره يعني. لو انت عايزه يبان ان هو متوسخ اكتر وكده يعني. لو انت ماشي بالبي بي ار ورك فلو، طبيعي ان الميتاليك يبقى صفر، ما يبقاش عشان الازاز مش ميتال يعني. بس هو يعني هو بيدي قيمه احسن احيانا يعني. انا مش متاكد من الحته دي، بس هو في يعني بشوف في ناس بتستخدم ميتاليك، قيمه ميتاليك مختلفه يعني. بس هو الطبيعي في الميتاليك بيبقى يا اما زيرو يا اما زيرو يا اما 1 يعني، ما ينفعش يبقى حاجه في النص، او ما ينفعش يبقى حاجه غير الميتال. لو خشب او بلاستيك يبقى صفر كده يعني. الازاز المفروض هو يعني يبقى صفر برضه. فيعني بس حبيت اقول يعني عن الحته دي يعني،
يعني لو خليت مثلا الفاليو بتاعت الميتاليك هنا 1، هتلاقي قيمة مختلفة. بس هو المفروض انه مش صح، يعني لو انت شغال بي بي ار، يعني بي بي ار ورك فلو، يعني عشان المفروض ان 1 دي تبقى زي ما قلت يعني الحاجات الميتال يعني، وزيرو الحاجات النون ميتال يعني. متشكر جدا، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا يعني من الكلام ده، ولو في أي أسئلة ابعتولي يعني.